قول لنا يا كابتن، رأيك في مروان محسن؟ مروان محسن يا كابتن انسان عظيم. مروان بيخاف يشوط الكوره عشان الكوره ما تتألمش. مروان مش بيلتحم مع منافسين عشان ما يتعبش الحكم ويخليه يصفر. مروان لو الكوره فيها شك انها تسلل مستحيل يشارك فيها عشان ما يتعبش الحكم ويخليه يرفع الرايه. ولو الكوره مش تسلل بيعمل نفسه من بنها. مروان لما كان بيجيب جون كنت بحس ان يوم القيامه قرب. مروان يا كابتن فشخولة لاعب ذكي جدا وبيستثمر في اخرته. ازاي يا كابتن؟ مش فاهمها الحته دي، ممكن توضحها لي انا والساده المشاهدين؟ يعني يا كابتن مروان لما كان بيضيع اهداف شوف كان بيتشتم من كام واحد، كل ده حسنات ليه. يجي بقى في نهايه الموسم يبقى معاه حسنات تكفيه لضمان دخول الجنه هو وخمسه من اصحابه كمان. يا ابن اللعيبه يا مروان،